بدأ في خدمة المجتمع ومكافحة الأمراض. احنا ان شاء الله من حفلنا ده ان شاء الله اقمنا الحفل الخيري ده لشراء وحدتين غسيل كلوي لمستشفى ابو قير للتأمين الصحي وراس التين العام، وان شاء الله يبقى الحفل جميل ويؤدي الغرض ان شاء الله. واحنا النادي بتاعنا زي كل نوادي الروتري، في 15 نادي في اسكندريه في روتري و80 واحد على مستوى الجمهوريه وفي 2000 روتري، فكلنا ان شاء الله بنخدم المجتمع ان شاء الله تتبسطوا. استاذه رانيا خياط رئيسه روتري اسكندريه سان رايز، اهلا بحضرتك. اهلا بيكم. كام روتري في اسكندريه؟ في 15 نادي روتري في اسكندريه. ايه الفرق بين الانديه دي؟ لا انديه يعني انديه مسماه زي الانديه الرياضيه او كده انديه. مين بالنشاط الخيري اساس؟ كلنا نفس النشاط، يعني كلنا نفس النشاطات الخيري. هو الروتري عموما انشئ في العالم سنه 1905، والروتري طبعا هو منظمه عالميه تهدف لنشر السلام وللاعمال الخيريه والخدمه المجتمع، محو الاميه، توصيل المياه النقيه، دي من اهم اولوياتها، السلام وفض المنازعات، رعايه الامومه والطفوله، العلاج ومكافحه الامراض. فطبعا من مشروع رئيسي للروتري هو مكافحه شلل الاطفال على مستوى العالم. النهارده حفل النهارده، مين اللي بيستهدف؟ المستشفيات العامه ووحدات العلاج غسيل الكلى، لكن كمان من زاويه اخرى هو بيهدف للسلام. شايفه ازاي الحدث النهارده؟ الحدث ده طبعا بيهدف للسلام. احنا بنعمل خدمة مجتمع وبنرفع مستوى المجتمع، سواء الناحية الصحية، الناحية التعليمية، الناحية التثقيفية. فاحنا لنا نشاطات في كذا مجال، فكل ده بيهدف لنشر السلام. واحنا بنتعاون كلنا كوحدة واحدة، يعني احنا النوادي كلها بتتعامل كوحدة واحدة، وبنتعامل مع كل الجمعيات الخيرية والمجتمع المدني وكل، يعني كله هدفنا واحد. النهارده بظهور فنانين ونجوم مجتمع زي الفنان سمير صبري، الفنان حسين فهمي، والجميله طبعا ملكه الجمال النهارده لارا. النهارده شايفه النجوم دول بيضيفوا ازاي؟ زي بيلقوا ضوء على النشاط بتاعهم. طبعا هم ضيوف شرف ويشرفونا طبعا، وهم بيلقوا الضوء عشان الفنان حسين فهمي هو كان سفير النوايا الحسنه، فطبعا هو ده من اهدافه برضو. فهو يعني بيثري الاحتفال النهارده. الفنان سمير صبري اصله اسكندراني وله شعبيه كتير هنا، وده سبب تكريمه طبعا. هو هيقول كلمه، وبرده حسين فهمي هيقول كلمه، وسمير صبري هيرثي الفنانه صباح طبعا، الله يرحمها. وطبعا لارا ديباني هي ملكه الجمال. فحتى لو تلاحظي ان الحفل النهارده اسمه جمالك يا اسكندريه، فاحنا بنحاول نبرز كل حاجه حلوه في اسكندريه واهمها الروتري طبعا. تقولي ايه للشباب كلمه علشان تشجعيهم ان هم ينضموا، الشباب والكبار ازاي ينضموا للانديه الروتري؟ احنا عندنا الروتري في انتر اكت، ده من 14 ل 18 سنه، في روتر اكت من 18 ل 30 سنه، من فوق 30 سنه في نوادي الروتري. ففي اي سن وولد او بنت يقدر ينضموا. احنا بنشجع، لا مفيش شروط، هم ان هم يكونوا حابين حابين العمل الخيري، يكون النادي يعني متالفين، في بينهم صداقه، في بينهم انسجام، وبيعملوا يعني كل واحد بيعمل اعمال خيريه. يعني الاطفال بيعملوا بازارات، بيعملوا بيغسلوا كروش، بيغسلوا عربيات مثلا بفلوس رمزيه ويعملوا بيها الخير، بيروحوا يزوروا معانا شلل الاطفال مثلا، بنطعم، بنعمل توعيات. فهم بيعملوا حاجات اللي على قدهم شويه. احنا بقى كروتري بنعمل مشروعات يعني تستهدف بقى ناس كتير، تخدم ناس كتير، ومشروعات غالية ومشروعات كده. التطوع بتاع الشباب دوت والعدد والإقبال دوت، انت شايفاه ازاي بيضيف لصورة مصر؟ طبعا بيضيف لصورة مصر. احنا مصر دلوقتي بقت منطقة روترية منفصلة من السنة اللي فاتت. مصر ايه منطقة روترية منفصلة؟ في العالم في كذا منطقة، يعني مقسمين العالم كذا منطقة روترية، فمصر استقلت عشان هي فيها يعني حجم النشاط وحجم الاعضاء. يعني احنا عندنا اكتر من 2000 روتاري، فاحنا بقينا منطقه لوحدنا من السنه اللي فاتت. فيعني يكفي فيه 80 نادي وكلهم. فطبعا احنا في مجتمع، في مؤتمرات دوليه بنحضرها، فكل اللي بنعمله هنا بيتعرض بره. منهم فيديو دلوقتي النهارده انا هعرضه برضو عن انجازات السنه اللي فاتت اللي عملناها. عملنا قريه في الفيوم اسمها القريه السعيده،
دخلنا ميه وعملنا لهم حمامات وسقفنا البيوت، وده الروتري كمنطقه يعني. فالحاجه دعم مادي كمان. اه طبعا بنحتاج دعم مادي، فاحنا بنعمل ايفنتات او بنعمل انشطه تعمل فاندريزنج او زياده دخل، يعني تبرعات، حفلات زي كده، بازارات. في ناس حابه تشارك، في ناس بتحب تشارك بمجهود، يعني احنا عندنا دكاتره في النادي بينزلوا قوافل طبيه بمجهودهم، بيعملوا عمليات وبيكشفوا على ناس، فكل واحد عايز يساعد. يعني احنا بنضيع فاهمه من وقتنا، يعني في ناس مش لازم تشارك ماديا فاهمه، ممكن ناس كتير النهارده بتشارك في العمل الخيري باشكال مختلفه، شباب بمجهودهم، حضرتك وطبعا ومن هو على شاكلتك بمجهودكم الرائع، الفنانين النهارده سماح مهران كمان متطوع. سماح مهران متطوع النهارده برضو بتعمل عرض ازياء، ايران برضو متطوع انه بيعمل عرض ازياء مجوهرات، وكل واحد اتبرع بقطعه تباع بمزاد علني النهارده لصالح برضو اجهزه غسيل الكلى اللي ان شاء الله هنحطها في مستشفى ابو قير وراس التين. بيقول ان مصر ان احنا كلنا وحده واحده، وان خدمه المجتمع دي اهم حاجه، وان احنا لازم كلنا نتحد، فاحنا بنتحد فعلا في الاعمال الخيريه. ان احنا بقينا منطقه روتاريه منفصله، ده معناه ان احنا عندنا العمل الخيري ليه مستوى على مستوى عالمي، ليه مستوى. وطبعا الروتاري بقى ميزته ان احنا بنعمل الحاجات دي منظمه اكتر، واحنا كروتاري ممكن بنتعاون، يعني عملنا بروتوكول مع فودافون عشان فصول محو الاميه، نمحي الاميه، عملنا بروتوكول مع اليونيسيف لنشر المياه النقيه في قرى الصعيد، فاحنا بنقدر نتكلمي باسم الروتاري يعني. فده تكريم ليا كمان، شرف ليا ان انا رئيسه نادي روتاري. سعادة بحضرتك جدا، ميرسي، نورت اسكندرية، ميرسي.